ماكثين فيه أبدا. أصوات تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى تجتهد من أجل تعلم القرآن الكريم وعلومه بكرة وعشية، حفظا وتجويدا وترتيلا في تجربة سودانية خالصة أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وتحاول من خلالها ولاية الخرطوم إدماج مناهج الخلاوة في مقررات التعليم بالسودان ضمن مشروع أسمي تاج الحافظين، والذي يهدف لإلحاق حافظي القرآن العظيم بالمرحلة الثانوية وتخريج طلاب يخدمون شرائح المجتمع المختلفة. بدأنا بالمدرسة القرآنية عشان ندخل القرآن إلى المدارس، وبدأنا بتعيين شيوخ الحيران في الخلوة عشان تستمر الخلوة، لكن ماذا بعد أن يحفظ الطالب في الخلوة؟ قديما كلكم تعرفون مآلاته، ونحن نريد لا نريد أن نفيده هو بس، نحن نريد أن نفيد المجتمع منه كإنسان حافظ لكتاب الله، يحمل كتاب الله في صدري. المجتمع ما مستفيد منه حاجة كبيرة كان، فعشان كده جاءت تجربة تاج الحافظين. المشروع يحظى برعاية رسمية وشعبية واهتمام تربوي من مختصين في مناهج التعليم القرآني، اهتمام يتجلى في دعم مالي وفني من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، والتي تجتهد هي الأخرى من أجل إنجاح المشروع. اتجهت المفوضية نحو دعم التعليم الديني من خلال كل هذه يعني الاتجاهات، مدارس تاج الحافظين، رياض الصالحين، قرآنيات الأجيال، أيضا دعم التعليم الديني لكي يصبح يعني الاستدامة فيه واضحة، لكي تصبح الموجهات والمؤسسات فيه راسخة وقوية. مجهودات أخرى تبذلها وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وتشمل تدريب كوادر متخصصة في مناهج التعليم الديني، وتساهم مستقبلا في تأسيس مدارس قرآنية تخرج طلابا يحملون مشاعل العلم والتنوير، ويقودون الأمة في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد. تعددت التجارب في هذا المجال، من مدارس قرآنية إلى خلاوي إلى مدارس تاج الحافظين إلى غيرها من المسميات، ويقولون أن كثرة المسميات تدل على عظمة المسمى، ولا شك في ذلك أن التعليم القرآني فعلا هو عظيم، وهو منهجنا الذي نريد أن نسير عليه إن شاء الله في المستقبل، ونريد أن ننشئ عليه أجيالنا وأبنائنا، لأنه لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مشروع تاج الحافظين يحتاج لرعاية فنية ومالية مستمرة حتى يكتب له النجاح، وليكون فيما بعد نموذجا يحتذى، مع آمال مرتجاة بتعميم التجربة على كل ولايات السودان. صديق السيد البشير، الشروق، الخرطوم.